تعالي يا بت، انتوا هي امضوا هنا، امضي يا اختي. وده ايه ده بقى؟ اخرسي تمدي وانت ساكته، ده اعتراف باللي انتوا عملتوه، مش هستخدمه ضدكم الا لو عملتوا حركه غدر، ومش هتقدروا تعملوا حركه غدر. وحياه كتفاتي، لا انتوا الاثنين مش هخلي ناموسه تعرف مكانكم. يلا امضي. خلاص يا ست المأمورة، دي اخر مره. وانا والله والمصحف اقسم بالله ما هعمل حاجه تاني بقى. من غير حلفان يا روح امك انت وهي، انت تقدري تعملوا حاجه في وجودي؟ لا. وانت يا بنت، ده جزاتي؟ قلت لابويا مات، قلت لك تعالي روحي عزي، ها؟ ده جزاتي؟ جنازه وهميه. خلاص يا ست المأمورة، ما انت رجعتيني تاني. من غباوتك يا بكحه، كنت عاوزاني اسيبك كده في الشارع؟ مفيش حكومه. والنبي يا ست المأمورة، ده انت لو حسيتي بيوم واحد بس باللي انا بحس بيه جوه السجن كنت عذرتيني في اللي انا بعمله. يا امان انا جيت. الله 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 الله، مالك قاعده زي البؤساء كده ليه؟ الواد ده مهزقك ولا ايه؟ مالك؟ تعبانه يا ماما. من ايه يا حبيبتي؟ قلت اكلمك تقعدي معايا شويه. سلامتك، ما بتناميش من صوته، ما يحللوش الغنى غير الساعه 12 بالليل. مش عارفه يا ماما. ايه يا عندي صداع على طول. من ايه؟ وحاسه ايه؟ ايه بترجعي ليه؟ اكلت حاجه عند حماتك؟ رجعي رجعي، انا بعرف. يلا يلا انا مستنياك، خلصي اللي في معدتك كله. ايه محتاجاني؟ اه يا قلبي، هما صغيرين يرجعوا وهما كبار. يا بنت مالك؟ تعال اشطفي وشك بمية. تعال. قالت ايه البت دي؟ بموت يا ماما. الف بعد الشر عليك، انت لبستي خفيف يا بنت؟ لا. امال مالك؟ تعال يا حبيبتي تعال اساعدك. لا شكلك متماله كده، دايخة على طول. احس اني عماله امام ابص عماله ارجع. وعندي صداع. عندي صداع. لا سلامتك سلام. طب اديكي ايه اعمل لك يا نسول؟ اعمل لك بس. حاجه غريبه قوي الاعراض اللي بتقوليها دي، لولا انك يعني متجوزه من فتره قريبه كنت قلت حامل. لا لا حامل ايه؟ لا 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 حامل. لا ما مش دلوقتي ان شاء الله. بس عينك عينك صفرة. لا وايه ده وشك؟ ايه يا بنت، اوديكي للدكتور احسن؟ لا يا ماما، لا ما فيش دكتور داعي. يعني انا اعمل لك حاجه سخنه. استني بس. لا لا سخنه ايه؟ لا انا طب اعمل ايه؟ كويسه بس. مالك؟ لا هترجعي تاني؟ لا 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 غيري غيري. لا لا يجي لك جفاف من كتر الترجيع. بعد الترجيع يحصل ايه بقى؟ اسهال ولا ايه؟ لا لا ها يا دكتور تعبناك. معلش دلع بنات مش زينا، ده احنا كنا نتعب نغسل وشنا نخف على طول. خير خير ان شاء الله. خير، مفيش اي حاجه يا فندم. مبروك، امانه حامل. حامل؟ ايوه يا فندم. دي متجوزه من ايام، بس بتحصل بتحصل. ايام ايه يا فندم؟ دي حامل في 4 شهور، ده الشهر الرابع. أربع شهور؟ أيوة يا فندم، ألف مبروك. يا ماما هفهمك يا ماما، والله العظيم عملت حاجة وحشة. أنا وكريم متجوزين من 4 أشهر على سنة الله ورسوله، ولما أروح أوريكي القسيمة بنفسك. ما تزعليش مني، انت مربياني وعارفه اني ما عملتش حاجه غلط. والنبي ردي عليا، ما تسيبينيش كده. الله يخليك يا ماما. ادخلي 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 ادخلي. رحمتكم فين؟ رحمتكم فين؟ روح فين يا رب منهم؟ روح فين يا رب؟ روح فين؟ اهو يا ماما، هقعد اتجوز عشان تصدقني. مش عايزه اسمع صوتك.
ايه ده؟ ايه في ايه؟ في ايه يا طنط؟ مراتك حامل بجد؟ والله؟ ده أكبر خبر سمعته في حياتي. ده أسوأ خبر سمعته في حياتي. ليه بس؟ استعبط استعبط. أمانة قالت لي على كل حاجة. كنتش أتخيل إن أنت بالحقارة دي. وليه الغلط ده بس يا طنط؟ غلط غلط. لولا إن أنت جوز بنتي وبنتي حامل منك كنت ضربتك بالنار او رميتك في الانفرادي. هو ده اللي اهلك علمهولك؟ تضحك على بنات الناس وتتجوزهم من وراء اهلهم؟ انا ما ضحكتش على حد. انا اتجوزت امانة على سنة الله ورسوله، واقسم لك بالله يا طنط ان انا ما لمستهاش الا وهي مراتي وفي بيتي. اسكت. تشتمي مين وتضربي مين وتعملي ايه؟ تروحي فين؟ تروحي فين؟ تروحي فين؟ بعد 5 شهور مراتك هتخلف. هنقول ايه للناس؟ مفيش غير حل واحد، الارض تنشق وتبلعكم. تختفوا. نختفي فين يعني؟ نعمل ايه يعني؟ اروح اخرس اخرس. طب وشغلي ونجوميتي؟ نجوميه؟ نجوميه اهم من شرف بنتي؟ اعمل فيك ايه؟ شرب بنت يا اخويا. بعد شويه بطها هتبان، هحطكوا في اي داهيه تاخدكوا. اسمع يالا، ولا امك ولا ابوك ولا الدبان الازرق يعرف حاجه عن الموضوع ده. فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ عايز اسمعها. طيب هيوم حبيبتي، اوعى تفتكري ان انا جايباكي النهارده علشان اضغط عليكي او ااثر عليكي فكره جوازك من ابراهيم. لا، انا جايباكي النهارده عشان اقول لك خلاص انا استسلمت وموافقه من جوازك من ابراهيم ده. بجد يا مومي؟ طب يا حبيبتي والله العظيم والله العظيم ان انا ما كنت هعمل اي حاجه الا بموافقتك. شوفي بقى يا هيام، انا وافقت بس عشان ما تجيش في يوم من الايام تعتبي عليا وتقولي ان انا وقفت ضد سعادتك. بس انا واجبي كأم ان انا انصحك اوريكي الحقيقه. ابراهيم ده عفش. فكري يا حبيبتي، فكري شويه. انت بتبصي تحت رجليكي، لكن امك حبيبتك ذات الخبره بتبص لقدام. وبقول يعني يا رب يا رب يبقى ظني مش في محله ويطلع عدل. صدقيني يا مامي، ابراهيم انسان كويس جدا، حد بيحبني وبيخاف عليا. وبعدين اللي بيني وبينه حاجات كتير قوي عمرها ما تكون بيني وبين اي حد تاني. احنا متفقين يا مامي وفاهمين بعض كويس ومصرين ان احنا يبقى لنا مستقبل وكيان كل الناس تحكي عليه. بس انتي يا حبيبتي لازم تكوني مطمنه. وهو البتاع ده ممكن يكون له مستقبل عدل؟ كتر بلا. مبروك يا حبيبتي، مبروك. محمود محمود؟ لا، الدكتورة نور. عاملة ايه في البلك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا 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 يا شرف، طول ما ماما عايشة على وجه البسيطة انت ما تعيطيش ابدا. مفيش حاجة يا ماما. مفيش حاجة يعني ايه؟ امال ايه دي؟ دي مش دموع ولا مية دي؟ عامل نفسه ايه؟ غضبانة وساب البيت؟ بكلمه ما بيردش عليا يا ماما. عنه، سيبيه هيجي. هما الرجالة كده، في أول الجواز من أي كلمة صغيرة دي كده يعمل نفسه زعلان، وبعد كده ما تنام. لا، مراتي ما نكدتش عليا. نام حماتي ما نكدتش عليا. بكرة يتعود يا حبيبتي، بكرة يتعود. يا ماما ما حضرتك برضو جرحتيه قوي. جرحت مين؟ الجراح بتاع المشارط دوت؟ أنا جرحت ده؟ ما عندوش دم. أنا عملت إيه؟ طردته بس.
كان ممكن اديله بحاجه في مخه على طول، بس انا ما رضيتش. انسي انسي، كله بيطلع مع الغسيل. يا ماما يا ماما، حضرتك طردتيه بره الشقه وهو وافق يجي يقعد معانا هنا بناء على طلب حضرتك. اه يجي يقعد بادبه وباخلاقه. امه تيجي في انصاص الليالي تفتح بقها قد كده؟ ده كويس ان خليتها تنزل وبقها سليم، كويس قوي. طب الحل ايه؟ انا هروح. انت جننتي؟ تروح لمين؟ بنت نور تروح لراجل؟ راجل مين يا ماما؟ ده جوزي. وانا مالي جوزك مين؟ ما تروحلوش. انا امك حبيبتك، اسمعي كلامي، هيجي مجرجر. الراجل من غير واحده ست زي الشقه على المحاره، ناقصه تشطيب يا بنتي يا حبيبتي. انت لما تقابليه ويجيلك كده ان شاء الله يعني، او بعد الشر يعني، لما تتصالحوا يعني. محمود على المحاره، تعالى اقعد. محمود ناقص تشطيب. اهو كده اضحكي اضحكي يا نور عيني. طب اعمل ايه يا ماما؟ يعني انا هسيب محمود كده زعلان؟ هو ده صح؟ زعلان ايه ولا مش زعلان ايه يا بنتي؟ الزعل ما بيموتش، والزعل للرجاله صح. اسالي امك. انا هضرك؟ امك هتضرك؟ ها خلاص، ده انت البكريه. هلاقيها منين ولا منين؟ من اختك ولا منك؟ اعمل ايه؟ اطفش منك اروح لمحمود؟ يا ماما اسكتي بقى. اروح لمحمود وامه الغلبيه؟ بس يا حبيبتي يا رب قدرني، يا رب عليهم، يا رب قدرني. حمل تقيل قوي. انا غلطت، ما كانوا قاعدين بنات حلوه كده، كان لازم يتجوزوني. موتي موتي موتي، معلش معلش. طنط انا قلت اطمن عليك وعلى بدر. بدر موجود؟ بينام بدري. طلعت مش تمام يا دكتور، ازيك؟ الحمد لله يا طنط. لما الامن قال لي ان انت اللي على الباب ما صدقتش، قلت سياده الماموره اتنزلت وجات لنا؟ مع ان كلامك شمال، بس مش هرد عليك عشان انا في بيتك. مش تقولي اتفضلي. بيتك ومطرحك يا باشا، ده احنا نشيلك على راسنا. اتفضلي. هحاول اصدقك. في ايه يا محمود؟ ما كنتش اعرف ان انت بتتقمص بسرعه كده. من اول مشكله تنط من على المركب؟ يا طنط انا ما نطيتش ولا حاجه، انا بس قلت ابعد شويه عشان ما اعملش مشاكل. يا حبيبي لو كل واحد ساب بيته عشان حماته هزقته، البلد كلها تبات في الشارع. تقدر تقولي على واحد من اصحابك حماته ما هزقتوش؟ معلش يا باشا، الدنيا كلها في كفه وابني لوحده في كفه، والكلام اللي اتقال وحش قوي ولازم له وقفه عشان نعرف راسنا من رجلينا. رجعنا للكلام اللي مش تمام. قصدك ايه؟ ابني مش قاعد في بيت مراته عالة عليها، ده يقدر يسكنها في احسن قصر فيك يا مصر بفلوسه. هو قاعد هناك اكراما لخاطرك واحتراما لطلبك. ما تخليكي محضر خير يا سعاد، في ايه؟ يبقى ما ينفعش بقى يتقال له ده بيت بنتي وانت نسيت نفسك والكلام البايخ اللي اتقال. بص يا محمود، انا مش هقول لك ان انا غير اي ام، ولا هقول الكلام ده. اللي انا عايزه اقوله عملته عملي. مجيتي عندكم في البيت وفي وقت زي ده اكبر دليل ان انت غالي عندي. والله انت اغلى من كل اجواز بناتي. ما تزعلش مني يا محمود، حقك عليا. لا عفوا طنط، حضرتك مجيتك دي فوق راسي. تمام. محمود اعمل خاطر لحماتك، اطلع هات حاجتك وروح لمراتك. نور، عايزه اقول لك كلمتين بيني وبينك، اتنين ستات وامهات. حطي ابني في عينيكي، أنا ماليش غيره، ضيعت عمري عليه عشان في الآخر كده يبقى راجل مال ويدوم والناس تحترمه، وعمري ما هسمح إني أشوفه مش محترم، ولا عمري هسمح لأي حد في الدنيا مهما كان إنه ما يحترموش. يا باشا، بمناسبة يا باشا، أنا ما شفتكيش قبل كده. ألف مبروك يا هيومة يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب واشوفك أجمل عروسة في الدنيا. اسكتي يا دودو، أنا ما صدقتش إن مامي وافقت على الجوازة، أنا أول ما وافقت قلت أكيد جرى لها حاجة، يا انفصام في الشخصية يا انفصام في الشخصية، ما هي أكيد كارثة. بس الحمد لله، اللي يخليها توافق كده أكيد إن ربنا بيحبني. بجد كانت الجوازة عاملة زي الولادة المتعسرة. بس برضو مش هتكون زي جوازتنا وعدالة، ده احنا شفنا أيام يا خراب. فاكرة ماما لما جبتك من شعرك قعدت تقول لك شواتير دي حاجة تتنسي؟ أهم حاجة في الجوازات اللي فيها حموات زي مامي ومامي عدالة
الإصرار ويكون في حب حقيقي بين الطرفين، بعد كده أي حاجة بتعدي. جدع يا بنتي هيومة، بتفكريني بنفسي. المهم بس يكون إبراهيم ده إنسان كويس كده ويقدر يحافظ عليك. لا إبراهيم إن شاء الله هيكون اختيار كويس ليه، وإنت كمان لما تعرفه وتعاشره أنا واثقة إنك هتحبه. ربنا يسعدك يا رب يا روحي. أنا جايبة لك بقى الإنفيتيشن عشان تجيلي من بدري. انت بتهزري اكيد، على فكره مش محتاجه اي دعوه، انا اصلا بايته معاكي، وفريني لحد تاني. طب خلاص ادي دي بقى لطنط عشان انا هكلمها بنفسي واعزمها. وبالمره عايزه اقول لك انا كلمت اخواتك وجوازهم. حبيبتي بقول لك ايه، خلي ماما هي اللي تتصل بطنط بنفسها عشان انت عارفه طنط يا روحي. ها ايه يا عمرو في ايه؟ ايه انت عارفه طنط يا روحي دي مالها طنط؟ ان شاء الله ما تشوف مامتك. مالها مامته يا ست دودو؟ لا بقول لك ايه، ما تخلينيش اقلب عليكي قدام الناس. بس 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 انا اتهريت من شغل الحموات ده، كفايه بقى لحد كده. الله يكون في عونك يا عموره. تاني يا هيام بهزر معاكي يا دودو. حتى عروسه بقى وتلطف وكده. طلع على اخوها. لا طلع على مامتها. ها ايه ده المفاجاه الحلوه دي؟ العميد نور بحالها هنا عندي في المحطه. لا دي مفاجاه. انتصار حماد بنتي حبيبتي، والله لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك فرشه وقاعده في البوتين الايمن. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. ولو ان فرشه دي لخت جرجير لكن مقبوله منك والله. بس يعني انا قلقانه، ايه الحب المفاجئ ده؟ طبعا انا المره الجايه هجيب لك دباديب دباديب دباديب. وعلى ايه ما انت لابسه احمر اهو؟ دبدوبه. انا دبدوبه محتاجه يا قطه. طبعا مش انت ماسكه عليا زي لا، لازم انافقك انافقك انافقك. اخص عليكي اخص عليكي، زي نور تقولي كده؟ ازاي تجرحيني وتقولي انا اذلك يا ماما؟ زي ماما عيب عيب. حبيبتي احنا بقينا اهل. إيه على فكره انت عارفه لما كنتيش جيتي كنت انا اللي هجيلك. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ كنت هعزمك على فرح بنتي. الف الف مبروك هيام، دي محبتها عندي زي محبتي للمحطه بتاعتي. ان شاء الله يا ربي جوزها ما يغيرهاش خالص. بس اوعي اوعي ما تجيش. هزعل. لا اوعي تزعل. هتضرب على قلبي. لا لا نور هتضرب على قلبي. بعد الشر عليك اوعي تزعلي. عارفه ضربه القلب. لا بعد الشر. لا 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 اوعي تزعلي، زعل وحش عليكي والله. ايه ده ايه ده؟ اوعي يطلع في الميكروفون الزعل. استني استني هوريكي حاجة مهمة جدا هتفرحك قوي. اتفضلي. ايه ده؟ شهادة استثمار؟ حاجة زي كده. ولا دعوة فرحك ولا ايه؟ ولا استقالتك دي؟ استقالتي لا، ده اعتراف من تفيدة ان الصور اللي انت بتهدديني بيها مزورة يا ماما، مزورة يا ماما. علي ايه الكلام الفاضي؟ انا يا عبيطه كنت بحذرك. بجد بتحذريني وانا عبيطه؟ كتر انا عارفه العزه المعزه قصدي اللي انت بتعزلي. بس تيتا قالت لي اللي يعمل معاكي واجب يا تيتا تردهوله من غير زيته. مزيته دايما يا نور. مزيته مزيته. وبعدين بقى امانه في المشكله اللي احنا فيها دي بقى؟ انا مش عارفه اقول لماما ايه يا كريم. على فكره احنا غلطنا قوي لما اتجوزنا من وراها. يا سلام، انت بتغلطيني انا؟ الغلط اساسا من عندك انت لما تحملي وتفاجئيني. فين الغلط بقى ان شاء الله يا استاذ كريم؟ على فكره دي حاجه وارده بتحصل بين اي اتنين متجوزين. ما هو لولا حملك ده ما كانش موضوعنا اتكشف، وبعدين ما كانش لازم ابدا ان انت تروحي تقولي لامك. هو انا اصلا كنت اعرف منين اني حامل؟ انا اتفاجئت زي زيها عند الدكتور. يا سلام، ايه الهبل ده؟ يعني الاعراض اللي كانت عندك دي ما شككتكيش لحظه ان انت حامل؟ وحاجه زي دي يا هانم المفروض تيجي تقولي لي انا، مش تروحي بسرعه تقولي لامك. يا ابني هو انا اعرف منين؟ انا جربت قبل كده، هي لقيتني تعبانه فاصرت توديني عند الدكتور. وانت عارف ماما بقى لما تحط حاجه في دماغها. المصيبه دلوقتي ان انا مش لاقي مكان نسافر فيه. لو النبي يا كريم اتصرف، والنبي حل الموضوع ده. اتصرف ازاي يعني؟ اضرب الارض اطلع بطيخ؟ دي حاجه تفلق. يا كريم استنى. يا استاذ امجد، حضرتك بقالك ساعه عمال تتنهد، يعني انا وشي شبر، يعني يا ريت يا استاذ تدخل في الموضوع تاني. استاذ احنا مش قلنا نرفع التكليف ده شويه؟ تكليف ايه يا استاذ اللي هنرفعه ولا نزقه؟ انا حضرتك قلت عايز تقابلني، انا قلت ده في حاجه مهمه، وبعدين حضرتك تلخص علشان انا مش فاضيه، انا ورايا زنازين عايزه اقفلها واتمم عليها. صدقيني يا نور
وانا بتصل بيكي ما بحسش بنفسي، ببقى عايز اشوفك. الله 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 الله، انت ليه كده قلبت على شاب في ثانوي كده؟ لا خير خير. كمان شعرك؟ لا 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 كده كتير. حضرتك عايز تقول ايه؟ نور صدقيني، من ساعة ما شفتك أول مرة وانتي بتطردي الرجال اللي عايزين يقتلوا انتصار وشجاعتك يوميها، حسيت انك نوع تاني خالص من الستات، نوع انقرض ما عادش منه موجود حاجة، تغير قوة شخصيتك. أيوة، وإحساسك تجاه أولادك، بتفكريني بالنمرة اللي بتحمي ولادها في الغابة. نمرة في فهد بي، يعني قصدي أمجد بي، يعني كلامك غريب. أنت شارب حاجة؟ لو شارب بص نص ليمونة تحت لسانك هتفصل وتتكلم كويس. صدقيني. طيب فاكرة يوم ما رحنا مع بعض رحلة الصيد بتاعت شرم الشيخ؟ صيد صيد ايه؟ ده احنا كنا في البحر الميت، ده انت ما اصطدتش سمكة، ديل سمكة ما طلعتهاش. طب بذمتك ما اتبسطتيش على الاخر يوميها؟ طيب نقول اتبسطت. ها اتبسطت. نور بلاش تقاومي احساسك وشعورك تجاهي، انا حاسس بيك. الله 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 الله، ده انت حلو كده، اوعى تشرب تاني، لا انت كده تمام تمام. انا غلطانه اصلا اني جيت اقابلك، لو عايزني اطلب لك العباسيه ديليفري اطلبها لك. نور نور استني اسمعيني، فهمتني غلط. وقلتي له ايه؟ هقول له ايه؟ سبته ومشيت. هربتي؟ هربتي ده ايه؟ ده راجل كده مهووش في دماغه. يا سلام، بقى اللي يحبك ويخاف عليكي وعايز يتجوزك يبقى مهووش في دماغه؟ يا ماما يعني يتجوزني ايه بس؟ عارفة ده بيتسلى. تسلى ليه؟ ناقصه ايه؟ عنده اوتيلات قد كده وبيشوف ستات اشكال والوان قد كده، ايه ملقاش الا انت يتسلى بيكي؟ امال هيكون في ايه يا ماما؟ يا ستي ده بيحبك عايز يتجوزك. حب ايه وكلام فارغ، انا كبرت على الحب ده. تصدقي انا مش عارفه مكان القلب فين، هو في الشمال برضو ولا غير مكان؟ شوف يا نور، انا من خلال جلساتي معاكي قررت بقى انك لازم تعرفي الحقيقه. حقيقه؟ هو انا عندي ايه يا دكتور؟ انا عندي تليف في المخ ولا ايه؟ لا يا اختي اسم الله عليك، انا هقول لك في الوقت المناسب. طب عندي ايه؟ انت عندك رفض 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 للذكوره. خضتيني. احسن دول الرجاله دول جرثومه، نبعد عنهم احسن. هو انا بفكر في الجواز تاني؟ مين اللي قال ان الرجاله كرثومه؟ انا بقول لا لا. امال الرجاله ايه؟ حرام عليكي. حرام عليا؟ هو انا عمري هفكر في الجواز؟ ليه ليه ما تفكريش في الجواز؟ وعلى فكره بقى انا عايزه اقول لك رفضك للذكوره ده منعكس على ازواج بناتك. طيب اعمل ايه؟ العلاج ايه؟ يا بنتي انا قلت لك قبل كده هحاول اساعدك، حالتك دي نادره. طب يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه يا اخوات؟ طب انا اروح لمين؟ اروح لمين؟ يعني انت دكتوره، طب قولي لي اعمل ايه؟ يا بنتي اي شركه تقدر. شركه ايه وانا بصلح تكييف؟ انا مش قادره افهم يا ابراهيم، ايه حكايه الاعلانات اللي عماله تقل عندنا في المحطه دي؟ لا هي فعلا حاجه غريبه، رغم ان احنا بنقدم مواضيع في منتهى السخونه، ده انا قلت بسبب المواضيع دي هتجنن اعلانات من كل حته، بس للاسف مفيش ولا اعلان بيجي. الغريبه بقى ان انا بدخل على اليوتيوب الاقي ان نسبه المشاهده عندنا عاليه جدا لكن الاعلانات قليله، وفي المقابل ادخل على محطه تانية برنامجها فاشل لكن بسم الله ما شاء الله الاعلانات قد كده. لا احنا بقى نعمل اجتماع مع مدير التسويق في القناه ونشوف ايه الحكايه دي بالظبط. La 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 la
في ايه؟ تعالى يا اخويا اعمل لي احمد فؤاد حسن المايسترو. تعالى شوف ابنك في ايه ولا خدت بالك منه؟ ماله ابني عمل ايه؟ مالك يا كيمو يا حبيبي؟ وشك اصفر وعينيك زايغه كده ليه؟ مش عاجبني انت. حماتي يا امي ممرر عليها عيشتي وخانقاني. وبعدين بقى في الست ديت هي مش عايزه تتهدى عنك ولا ايه؟ ده ايه القرف ده؟ ما تستنوا يا جماعه بس، ما تستنوا اما نشوف ايه الموضوع بالراحه. فهمنا يا كريم يا ابني، عملت معاك ايه الست السوي دي؟ دي بتتدخل في كل حاجه في حياتي يا بابا، انا بجد اتخنقت، انا حاسس انها هتضيع مستقبلي الست دي. لا كله الا مستقبلك، ده ضيعت عمري كله وابوك ضيع شبابه وفلوسه عشان نعمل مستقبلك ده. ما تجيش يا تقطفولي كده فجأة، ده هروح فيها في مصيبة. ما تهدي بقى شوية بقى ما نشوف ايه الموضوع، ما احنا لازم نتفاهم بالعقل معاها. ما انت سامع بيقول ايه؟ يا لوزة الوضع اتغير دلوقتي، بقى في عيل في الطريق وده مالوش ذنب يا لوزة. اه يا كيمو ابوك عنده حق، ده لما شفت عروستك يا حبيبي ولقيتها ربع متر كده قلت يا حسرة، بس اول ما سمعت ان هي حامل بقيت بعد الايام عشان اشوف حفيدي عشان يصبرني على قصر العروسة. بقول لك ايه يا كريم، انا ممكن اسلط لك العيال اللي بيقفوا ورانا في الافراح دولت يضربها لك علقه زي الفل. ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتهبلتي؟ انت ناس انا مأمورة سجن بحاله؟ انت عايزه تضيعي مستقبلي بجد يعني؟ انا يا كريم ده انا فديك بروحي. معلش يا فوتنا انا مش قصدي، وبعدين ما انا عارف معزتي عندي كويس. يا اخوانا احنا لازم نشوف حل مع الست دي عشان المواضيع ما تكبرش ازيد من كده. اه يا كيم ابوك عنده حق، لازم نشوف لنا حل مع الست دي، نربط الامور كده من اولها لانها حبه حبه هتركبنا، اهم من الشغل تظبيط الشغل. اه هو احنا هنفتح مصنع تريكو؟ طب هو ايه الحل برضو؟ ما انا مش عارفه، هروح اضربها. ايه الحكايه يا استاذ نبيل؟ انا شايفه كده ان الاعلانات عندنا في المحطه كل يوم بتقل عن التاني. والله يا مدام انتصار الموضوع ده مش لاقي له اي سبب منطقي. لا هو في مشكله بس احنا مش قادرين نحط ايدينا عليها. مش عارف يا ابراهيم، ده حتى الاسبوع اللي فات ثلاث معلنين اعلنوا انسحابهم من عندنا بدون اي سبب واضح. يعني ايه بدون اي سبب واضح؟ اكيد في سبب. انا حاسس كده يا مدام انتصار ان في مؤامره معموله ضدنا. مؤامره ازاي يعني؟ افرض يعني نظريه المؤامره دي، لكن المؤامره دي من مين؟ من محطه منافسه مثلا؟ طب ايه قدرتها انها تقنع المعلنين ان هم يسحبوا الاعلانات من عندنا؟ والله مش عارف، بس اللي انا اقدر اكد عليه ان في حاجه كده مش طبيعيه بتحصل. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب. سابيني ليه؟ سابيني ليه؟ بركب مترو بس عشان اوصل لك. اي قول له من الاول بقى، من الاول بقى اتننتوني، ده الغنى مزاج. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك لو قلت نسيتك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك. امال انا ايه؟ ايه يا بنت؟ بقالي خمس ساعات بعمل بروفات الا لما جيتي خدتي بنفسي شويه. تعالي قولي جمله، تعالي قولي كوبليه، مرني صوتك اللي هيقشف ده. وجوه ده ما خلصيش البطاطس؟ لما الراجل يجي هناكله ايه؟ مش مهم. بقول لك ايه، انا طول الليل قاعده بفكر في مشكله كريم اللي مع الوليه حماته ديت، ما لقيتش عندي غير حل واحد ملوش تالت. حل ايه يا بنت؟ حل ايه يا بنت؟ الهي ربنا يقصف وسطك، اوعي يكون حل زي اللي قلتيه واحنا قاعدين مع كريم، بادي جاردات ومطاوي، عايز تودينا الاسم يا بنت؟ ده حل محدش هيحس بيه خالص. حل ايه قولي؟ الشيخه رحبات القوسي. مين رحبات القوسي دي؟ دي شيخه سرها باتع قوي، واللهم احفظنا. اخويا الجن. الله اكبر. اللهم احفظنا. الست دي يا بنت سرها باتع وواصله. زي ما بقولك كده والله يا خالتي، دي بقى اللي هتخلي اللي اسمها نور ديت زي الخاتم في صباع كريم. إلهي يا رب يجعل في ايدك البركه يا ست. اسمها ايه؟ رحبات. يا ست رحبات، ويجعل الحل في ايديك يا رب. خلاص يا بنت نروح لها نروح لها. انت
جايبانا فين يا بنتي يا مدهوله؟ تعالي يا خالتي، بس هم وصفوا لي المكان هنا. هنا فين؟ ده البيوت حتى ملهاش نمر. اهو اهو هو ده المكان اهو. تعالي. انتوا مين يا منير؟ يا لهوي. احنا يا اخويا عايزين الشيخه رحبات القوسي. الشيخه رحبات عزلت من زمان. عزلت 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 والنبي يا عمنا راحت فين؟ انتوا مين الاول؟ احنا 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 مين؟ احنا احنا قصدنا بمصلحه ومحدش في الدنيا هيقضيها غيرها. راحت التجمع الخامس، سكنت مع الناس الهاي. ايه اللي ايه التجمع الخامس ده؟ اسالي عليه. اسال عليه بيروح فين ده يا خالتي؟ التجمع الخامس ده فين؟ التجمع الخامس جنب التجمع الرابع، اوتوبيس 6 امشي قدامي. متشكين قوي يا عمنا، كتر خيرك. يا بنتي انت جايبانا فين يا بنتي؟ يخرب بيتك قفت حتى العنب مطوه. متخافيش يا خالتي احنا رجاله. امشي قدامي امشي قدامي، ادي اخت اللي يمشي والعيال. رقم 114. تعالي يا فوتنا. اتفضلي حضرتك. تعالي يا بنت جنبي انا احسن نتوه. تحت امركم يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ عايزين نقابل الست رحبات. يعني حضرتك كنت عايزاها بخصوص ايه؟ يعني عايزينها كده في موضوع خصوصي. يعني حضرتك عايزه تفكي عمل ملبوسه؟ يا اخويا احنا عايزينها كده بذات نفسها هي هي. طيب حضرتك ده رقم 315. حضرتك هتنتظري هنا شويه لغايه ما يجي الدور على رقمك وانا هند عليك. بعد كده هتقابلي السكرتيره وهتكلميها في ملخص عن المشكله. بعديها ب 10 دقايق هتقابلي الشيخه راحبات. كل ده عشان نقابل ست رحبات ليه؟ معلش يا فندم. اتفضل اتفضل. معلش يا خالتي نستحمل، ما يجراش حاجه. مش شايفه الفيلا عامله ازاي والناس اللي مشغلاهم؟ كل دول خير الاسياد عليها. ده 315 هنقابلها بكره. يعدوا يعدوا. ايه الاخبار؟ هتدخل لحضرتك والده المطرب كريم ناصف، اسمها لوزه، مطربه شعبيه، عندها مشكله مع حماه ابنها. حضرتي صور الواد كريم من على الفيسبوك؟ طبعا، صور حماته، صور مراته، صور الفرح كله والعائله. برافو عليك. اديني 5 دقايق ابص على البروفايل بتاعه وما ندخلهم لي على طول. يلا. اوكي. مدام لوزه، مدام لوزه، يلا اتفضلي معايا. الحمد لله دورنا جه. يلا كتر خيرك يا حبيبتي، كنت فاكره بعد بكره. لا 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 يلا. الحمد لله. تشكريني يا حبيبتي. حبيبتي لما نزل هبقى اشوفك. اوكي ماشي. يلا يا فوتنا. مساء الخير. ازيك يا بنت يا لوزه؟ في البابورك يا بنت يا فوتنا، تعالوا. بسم الله ما شاء الله يا خالتي، دي عرفت اسامينا. معرفش منين. ويلكم ويلكم. ابني يا ست الشيخة، ابني. من غير ما تقولي أنا شايفها متبهدل على إيد الولية المأمورة اللي اسمها نور عز الدين، عنده مشاكل معاه. بس أنت لما جيتي عملتي الصح. عملت الصح؟ طب كويس أنا عملت الصح. كويس. شحتوت يا ملطوط، فك كل مربوط. تعالوا. حاضر تعالي. ايوه ست الكل. مش دي الولايه الماموره؟ ايوه هي بعينها تنشك في معاملها البعيده. ايوه يا اختي، بس انت عرفتيها ازاي؟ ما تساليش كتير. دي صوره ابنك؟ ايوه حبيب امه، قلب امه، كيمو. هو يا خالتي كريم. اقعدوا. حاضر اقعدي. هي الولية نور دي عندها فيسبوك؟ عندها ايه؟ هي عندها عربيتين واقفين قدام باب الفيلا سدين الشارع، بس احنا ما نعرفش ماركتهم ايه. يا خسارة، لو كان عندها فيسبوك كنت بعت لها العمل على البروفايل بتاعها، بس ملحوقة. انا بقى هديكي ازازة ترشي منها على باب بيت ابنك. اول ليلة قمرية كل 3 ليالي لحد ما القمر يبقى بدر
مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا ست، كله تلات ليالي والليلة قمرية والقمر يبقى بدر، فهمت؟ وتجيني بعد 21 يوم، واوعي تتأخري، أنا حذرتك. مش هتأخر، الليلة 21 هتلاقيني بايتة جوه العتبة مش على العتبة. أيوة كده. إن ما وريتك يا نور، إن ما خليتك تلفي حوالين نفسك. جالك اللي يهد حيلك ويقصف عمرك، جالك يا مستقوية يا مفترية. عامله ايه؟ انا مش 100 مره يا حبيبتي قلت لك ما تقوليش يا طنط. طنط دي بتكبرني. امال اقول لحضرتك ايه؟ قولي لي يا خالتي. بصي وتكوري الحته اللي فوق دي، بصي خالتي. خالتي؟ اه انت في معزه فتنه بنت اختي، واللي تتجوز ابني تقول لي يا ايه؟ يا حماتي. حماتي ايه في وشي؟ يا بنتي ده انا ابني دوت جايباه وانا عندي 14 سنه، خطفوني من الشارع جوزوني. قولي يا اختي ما كانوش لاقيين ياكلوني ولا ايه؟ ما تفهميش، انا لسه لغايه دلوقتي اون ستيج فنانه. اه طبعا هتقولي لي ايه؟ يا خالتي. خالتي اتشي يا مراتي. تعالي يا حبيبتي. ايه الضهر المتين ده؟ زي القمر. ميرسي يا خالتي. الله عليك، اتفضلي. حاضر. شعرك لا ده كنت فاكراك انك يا بوستيجه. لا يا طنط ده طبيعي. اه ما انا اتاكدت. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. ما شاء الله. منورانا يا لوزة يا قمر. انت ده انت يا حبيبي اللي بيتك منور بيك. كريم لا ماما لاش في الفراولة. عاملة ايه ده جوافة. هاتي الجوافة. ده انا وشك. شكرا، اتفضلي يا حبيبتي. من يد من اعدمها يا حبيبي. طمنيني على بابا بقى، ما جاش معاكي ليه؟ قاعد في البيت مستني زبون يدفع له عربون، قال لي مش هتحتح من البيت. عشان كده. اعمل ايه مع الواد كريم ده؟ مش عارفة اوصل معاه الحل. يا رب اعمل ايه؟ ما تقولولي، قولولي يا رب. البيت خلاص بطنها قربت تبان، هنعمل ايه يا رب؟ هعمل ايه؟ طب يا احاسيس الكلب، وحياة امك تسالي، نخلي صوتك ميوت، انا طلعانك. عمال يغنيلي انا قلبي في حبك مشروخ، وكل ما بشوفك ادوخ. طب شوفني ودوخ بقى، وريني هتعمل ايه لما تشوفني. ماما يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لوز هنا بالحب. وحشتيني. معقوله ما تعديش عليا؟ معقوله؟ لا تعالي فين؟ تعالي عندي، ده انا هاكلك صينيه عدس بالبشاميل تاكلي صوابعك ورا. انا بشاميل؟ لا صينية عدس بالبشاميل. لا انا لسه متغديه اصلي. خديها معاك، هلفها. تعالي بس. لا بعدين خليها بعدين. ازاي الاستاذ؟ استاذ مين؟ الاستاذ جوزي لفندي. جوزانا؟ بقى استاذ. بوس عدبيه لفندي. بيبوس ايدك يا ست الكل. سلمي لي حليم. الله يخليك. بوسهولي من هنا ومن هنا. ابوسهولك. اقعدي استريحي. حاضر. الكنبه دي مريحه ولا تقعدي فين؟ تعالي. لوز منوراني. خليك. حماتك واقفه ساكته. معلش. اشربي. انا بشرب اهو. الشعر الجميل ده. الله يخليكي. اهلا وسهلا. منورين. بركاتك يا رحبات.
اشمعنى يعني سكريم ده هو اللي على الحجر؟ هو انت ما بتزهقش من النكت؟ طول ما انت قاعد فاضي وزهقان يا جماله يا حركاته يا تكاته مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون. انا مش طايق اشوفي يا شرف، دي بتتدخل في كل حاجه في حياتنا. ايه يا عمرو في ايه؟ قبض على واحد من رجاله نبويه التمساح. دي اسرار من اسرار الدوله العليا. انت مالك بس يا حبيبتي؟ انت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ انا بيني وبينها مصانع الحداد. ان مفيش فرح بلدي الا لما يختم بقفشه. ربنا يخلصنا من القراصنه الثلاثه اللي خدوكم مني. طالق